الدنيا بسمع. شكرا هبة بريس، شكرا لكم، ورمضان مبارك سعيد على المغاربة كاملين. نتمنى نكونوا خفاف عليهم. الخميس 10:30 ماستر شيف، ما تفلتوش، أكيد غادي يعجبكم الحال. هبة بريس كتواجد في كواليس ماستر شيف، إذا كيتوجد كيفاش كنشوفوه في التلفازة، يعني صافي في حلته الأخيرة، لكن الكواليس ما شاء الله، ما الكواليس عناء كبير. الفنان ديالنا الكريم المحبوب اللي كيدخل لبيوت المغاربة بدون إذن، ولكن نعانقه أيضا بدون إذن. من تمثيل الطبخ القص، يعني شنو هادشي؟ عادي جدا. الطبخ بقيت يعني الواحد اللي طاب ليه ما سهلاش. الأسباب، ما الأسباب عادية، أنا نطريبوني كيب جمعنا فيها كاملين أنا والإخوان، ولاص، هشام، سرار، مريم زعيمي، ليلى، دنيا، عمر، سكينة، دونك كانت طريبون أمبيونس، والناس اللي مشرفين على البرنامج المقيمين عليه دونك ارتأوا إلى أن هذه الكيب مزيان تبقى مجموعة، ونحاولوا نشاركوا كاع لي برايم، وكل واحد يبدل المجهود ديالو في الطبخ. داكشي علاش بقينا حتى لهاد اللحظة. كاين شي فكرة ديال أنه غادي تبقى اللحظات الأخيرة للفوز؟ الله أعلم، داكشي بعلم الله، مي كل واحد فينا كيدير المجهود ديالو. احنا سانجو، هذا سانجو، احنا لاعبين، مي كاين لو سيريو فين كاين ان كل واحد فينا كيمثل الجمعيه، دونك كل واحد كيحاول يربح الماكسيموم ديال الفلوس باش يربح الجمعيه ديالو هذيك الفلوس، لان كتمشي للجمعيه، دونك هذاك عمل خيري، عمل نبيل، واي واحد فينا ربح كنتمناو ليه الخير والله يسهل عليه بحال ربحنا جميعا، لانه العمل كما قلت لك سي نوبل. العنوان ديال فن الطبخ مع فن التمثيل، هل هما مشتركان معا لكونهما فن، ام هناك بعض الفرق اللي قدرت توصفه لنا؟ نقطة الاشتراك هنا هي في الروح ديالو، معنى اللي كيكون كنقولوا سان شيف، فنان، طبخ فنان، تيكون حتى هو بحال الفن، بحال مغني او لا ممثل او لا كفي الابداع، في الابداع، فين الابداع؟ يعني انا بحال ملي كنكونوا كنخدموا على مسرحيه ولا كنصوروا فيلم، دونك كاينين دي زانغريديون اللي كنجمعوهم ما بين لو سيناريو الكاتب، ما بين المخرج، ما بين لي تكنيسيان، ما بين الممثلين، هادو هما لي زانغريديون. دونك برافو 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 على ليكيب لا ميزون سين، التقنيين، جميع الناس اللي مشرفين على البرنامج، من لي كاميرامان، من الاخراج، من التقنيين، من عبد الرزاق وليكيب ديالو لا ريجي ديال لا كويزي، الله يعطيهم الصحه كاملين باش ينجحوا هذا البرنامج. ما انا رساله نقدر الجمهور المغربي، دعوه من هذا المنبر ديالكم ان شاء الله، انهم يتبعوا الحلقه ديال ماستر شيف هذه السنه ان شاء الله. نتمنى نكونوا خفيف على قلبهم. بالعكس والله ما عندي شي ملاحظات سلبيه، زعما اللي عشناها ما كان حتى شي مشكل، ما كاين حتى شي مشكل، الحمد لله ما كاين حتى شي مشكل. دونك الامور غاده. كنوصي على عمر لطفي، كنتمنى السنه الجايه عاوتاني يعيطوا. شكرا اخويا عادل، واكيد غندوزوا لحظات جد شيقه بوجودكم وبوجود باقي النجوم الاخرين. هنيئا لنا، رمضان مبارك سعيد، وبشر مبروك عليكم، والله اجعل هذا البلد امينا امينا امينا. شكرا.